الأمريكي. دكتور حسين، هل جاءت نتائج متوقعة كما ظهرت حتى هذه اللحظة؟ ما اللافت فيها؟ بداية صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. وفق قراءتي للمشهد الانتخابي الأمريكي، هذه هي النتائج كانت طبيعية. فالولايات الجنوبية ما يعرف بالحزام الشمسي المتأرجحة، وهي نيفادا وأريزونا وجورجيا ونورث كارولينا، هي في الأصل ولايات حمراء تصوت للحزب الجمهوري. فقط في العام 2020 صوتت أريزونا وجورجيا للحزب الديمقراطي لاعتبارات كثيرة في جورجيا وفقا للسناتور السابق جون ماكين في أريزونا. وفي جورجيا كان هناك تقارب في النتائج، فاز بايدن بعشرة آلاف صوت فقط. ولكن ولاية جورجيا هي ولاية محافظة وفيها موطن مارتن لوثر كينج، وهي تصوت للحزب الجمهوري تقليديا، فمن الطبيعي أن تأتي بهذه النتائج. وأنا قدمت في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية هذه القراءة، أن الولايات الجنوبية المتأرجحة ستصوت للجمهوريين ولترامب. المعركة ستكون في حزام الصدى، وهي ولايات الحزام الأزرق، ميشيغان، ويسكونسن، بنسلفانيا. وهناك كان لدي ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى انهيار هذا الجدار، بمعنى ذهابه إلى الجمهوريين إلى ترامب وبذلك ينجح ترامب، أو اختراق هذا الجدار من قبل ترامب ويعني ذلك نجاح ترامب. والفرضية الثالثة وهي الفرضية الضعيفة جدا، صمود الجدار الأزرق وتصويته للديمقراطيين ولكاميليا هابس، وهذه فرضية ضعيفة ولم تحصل. لذلك قراءتي للمشهد الانتخابي لم يكن هناك مفاجآت، وهذه النتيجة كانت متوقعة، وأنا توقعتها أكثر من مرة على أكثر من وسيلة إعلامية. وهذا ولكنها جاءت مخالفة، أنت توقعتها وربما طرحتها في أكثر من لقاء، ولكنها جاءت مخالفة لتوقعات التي يعني أفرزتها استطلاعات الرأي في مراكز الأبحاث الأمريكية أو حتى محطات التلفزة، والتي كانت تظهر تقارب إلى حد كبير بين كامالا هاريس وترامب. نعم، فيما يتعلق باستطلاعات الرأي هناك مشكلة حقيقية. استطلاعات الرأي يتم أخذها في العينات في المناطق الحضرية الأساسية، وهذه المناطق الحضرية يتركز فيها الخزان الانتخابي للحزب الديمقراطي، بينما الضواحي البعيدة في المدن والأماكن الريفية تعتبر الخزان الانتخابي للحزب الجمهوري، ولا يتم أخذ العينات في استطلاعات الرأي منها تقديمها خلال المساحات التي يتم إجرائها. أعتقد أن هذا النجاح الكبير للجمهوريين سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو في البيت الأبيض، نجاح ترامب، هذا يعود إلى الكثير من الأسباب، ليس قوة في الجمهوريين وفي ترامب، ولكن ضعف في الخصم، ضعف الخصم الآخر وهو الحزب الديمقراطي. أولاً وهذه هي الأسئلة المطروحة بروفيسور حسين فيما يتعلق بهذه النتائج. على ماذا صوت الناخب الأمريكي؟ هل أسئلة كثيرة تطرح اليوم، هل موضوع تأخر إعلان كاملا هاريس ترشحها للانتخابات، ونعلم أن هذا جاء متأخرا وعلى وجه السرعة، جمعة الأموال وأعدت العدة وبدأت الدعاية الانتخابية، موضوع الشأن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بأوضاع الاقتصادية، أوضاع البطالة، موضوع الحروب إن كانت الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ووقوف الديمقراطيين أو الإدارة الحالية إلى جانب حكومة المتطرفين في عدوانها على الشعب الفلسطيني، موضوع أوكرانيا وروسيا. على ماذا صوت الناخب الأمريكي؟ أي القضايا كانت تشغل باله أكثر بالتالي جاءت هذه النتيجة؟ نعم، هناك العديد من القضايا. لنذهب أولا إلى الحزب الديمقراطي، القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي التي تتكون من الجيل الشاب والجناح التقدمي. هذه القاعدة حاسبت الحزب الديمقراطي وتمردت على الحزب الديمقراطي بسبب الدعم اللامحدود من إدارة الرئيس جو بايدن وكاميليا هاريس للعدوان الذي شن على الشعب الفلسطيني. رأينا كيف الجاليات العربية والإسلامية صوتت لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين، 44% من الجالية العربية والإسلامية في ميشيغان وويسكونسن صوتت لجيل ستاين مرشحة حزب الخضر، وهذه خسارة لكاميليا هاريس. ثانيا،
الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي صوت بغير ملتزم في الانتخابات التمهيدية، كان نسبة 13% من مصوتي الحزب الديمقراطي في ميشيغان غير ملتزم، بمعنى أنهم لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وذلك احتجاجا على سياسة الرئيس بايدن وكاميليا هاس. ثانيا، هناك تضعضع داخل مؤسسات الحزب الديمقراطي والقاعدة الانتخابية له، كون كاميليا هاس لم تصل كمرشحة للحزب الديمقراطي من خلال الانتخابات التمهيدية، لم يكن هناك انتخابات تمهيدية ولم تأتي عبر صناديق الاقتراع، ولكن تم فرضها من قبل المؤسسة التقليدية للحزب بعد تنحي الرئيس جو بايدن. ثانيا، عندما يكون هناك حروب في العالم ينزاح المجتمع نحو اليمين، الحرب في أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط أثرت على توجهات الناخبين الأمريكيين بكل وضوح، والأهم من كل ذلك هو عنصر الاقتصاد. الاقتصاد هو المحرك الأساسي للناخب الأمريكي في المجتمع الأمريكي. عندما نتحدث عن الاقتصاد نتحدث عن البطالة، عن مستوى المعيشة، عن مستوى الدخل، عن العاملين، كل عن الضرائب، كل هذه القضايا المتعلقة بالاقتصاد تلعب دورا مهما. أضف إلى ذلك الأقليات وخاصة السود واللاتين، قسم كبير منهم وخاصة في الولايات المتأرجحة صوت للجمهوريين ولم يصوت للحزب الديمقراطي، لذلك رأينا هذا الاكتساح الكبير. إذا هو بشكل أو بآخر بروفيسور عقاب للديمقراطيين للإدارة الحالية التي ما زالت فيها كامالا هاريس تشغل منصب نائب الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية على مجمل الإخفاق في السياسات العامة إن كانت داخلية أو خارجية. طيب نذهب إلى ما قاله دونالد ترامب المرشح الفائز حسب النتائج الأولية بهذه الانتخابات وفيما يتعلق بموضوع الحروب، يعني التصريح واضح قاله في الدعاية الانتخابية وقاله بعد بدأ فرز النتائج، أنا لا أسعى لإشعال أي حروب، أنا سأنهي الحروب الموجودة. إلى أي حد بالفعل هو قادر على ذلك برأيك؟ نعم، أعتقد أن الرئيس ترامب عندما نجح في العام 2016 هو ليس الرئيس ترامب في العام 2024. أولا، لا يوجد رئاسة أخرى يريد أن يذهب إليها ترامب. ثانيا، موقف ترامب مع العلاقة مع جمهورية روسيا الاتحادية والرئيس بوتين شخصيا والموقف من الناتو والاتحاد الأوروبي هو واضح ومعروف. فيما يتعلق بالملف الأوكراني سيكون هناك انفراجة سياسية قريبة مباشرة بعد تولي ترامب الحكم في 20 من يناير المقبل. على صعيد الشرق الأوسط كان حازما وكانت سياسته واضحة سواء خلال دعايته الانتخابية أو عندما أعلن خطاب النصر أو خطاب الفوز. كما يبدو أننا مقبلون على مرحلة جديدة، ولكن هذه المرحلة قد تسير بخطين. أولا، المشروع السياسي لدونالد ترامب في منطقة الشرق الأوسط فيما يعرف بالاتفاقات الإبراهيمية، أو المشروع الآخر وهو الدعم اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي ولبنيامين نتنياهو. وأعتقد أن هذان المشروعان لا يسيران معا، هناك تناقض فيهما، لا يمكن أن تتضح الصورة هذه إلا بعد تولي الرئيس ترامب الحكم في يناير المقبل. ترامب هو رئيس قوي ومعروف عنه أنه يحقق ما يصرح به. نقلا عن أخبار عاجلا ويعني مهم أن نذكرها لأننا نتحدث عن الحرب والعدوان الإسرائيلي، يدعو تحرر تذكر قبل قليل بأن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يحتفل بفوز ترامب، ماذا يعني ذلك؟ نعم، بنيامين نتنياهو أجل كل مبادرات السياسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة أو مع لبنان حتى الانتخابات الأمريكية. يعتقد بنيامين نتنياهو أنه في حال قدوم حليفه التقليدي دونالد ترامب من خلال التجربة في العام 2016 سيكون هناك الفترة الذهبية الثانية لبنيامين نتنياهو والعصر الذهبي الثاني ليحقق ما يريد. هذا يتوقف على مدى العلاقة والتجاذبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة ترامب، في بعد يناير 2025 تولي الرئيس الجديد. أعتقد أن ما يحدث في الإقليم ليس بمعزل عن
ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه. تحالف حل الدولتين الذي اجتمع منذ ايام في المملكه العربيه السعوديه من اكثر من 90 دوله، والمخططات والمشاريع السياسيه سيكون لها رؤيه بعد تولي الاداره الامريكيه الجديده لافصاح مخططاتها. ولكن اسقاط تجربه العام 2016 على تجربة العام 2024 لا يمكن لذلك بسبب التغيرات البنيوية في النظام الدولي والرؤية الجديدة التي يأتي بها. ولكن دكتور، بما أن الإطار العام بالنسبة لدونالد ترامب واضح، وهو أنه لا يدعم أي حروب وسينهي الحروب القائمة، بالتالي كيف ستبدو القضية بالنسبة للائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، لحكومة دولة الاحتلال، فيما يتعلق بموضوع الحرب والعدوان التي تشنها على أبناء الشعب الفلسطيني وتشنها في لبنان؟ هل ستسعى لإنهائها قبل أن يكون دونالد ترامب في البيت الأبيض في 20 يناير موعد التنصيب والبدء بتنفيذ هذه الرؤية؟ يفصلنا عن ذلك قرابة 75 يوما، وهي تصب بفترة ذهبية يمكن أن تستغل من كل الأطراف حتى موعد التنصيب وبدء تنفيذ السياسة أو الرؤية الجديدة لساكن البيت الأبيض. نعم، قد تكون هذه الفترة الانتقالية بداية لتسوية وحلحلة الأمور السياسية والتوصل إلى هدنة مؤقتة، ولكن مع ذلك قد يكون ذلك مستبعدا حتى يأتي الرئيس الجديد، لأن الرئيس الجديد لا يستطيع أن يضغط على بنيامين نتنياهو ما لم يكن في السلطة. صرح أكثر من مرة ترامب وقال نصحت بنيامين نتنياهو أن ينهي هذه الحرب قبل أن أصل إلى السلطة. قد يكون هناك ما بين الرجلين بعض المساومات، الاعتراف بتقديم بعض الهدايا السياسية والدعم السياسي مقابل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف إراقة الدماء، لأن هذا ليس هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني فقط، ولكنه يكلف الخزينة الأمريكية المليارات. وهذا ما صرح به ترامب عندما قال سأنهي الحروب، لأن انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي الأمريكي الداخلي هو كبير. لذلك قد نرى رؤية جديدة لدونالد ترامب بعد توليه السلطة في 20 يناير، وقد تبدأ مرحلة المبادرات السياسية والتسويات وحلحلة الملفات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط. ويعني تأكيد على كلامك فيما يتعلق بموضوع الاقتصادي وتكلفة المادية، يعني مليارات الدولارات أنفقتها الولايات المتحدة على دولة الاحتلال في إطار الدعم العسكري والمالي منذ بداية هذا العدوان وهذه الحرب، وكذلك في الملف الروسي الأوكراني أيضا هناك دعم عسكري ومادي لأوكرانيا بشكل كبير. ولكن في منطقة الشرق الأوسط الملفات معقدة ومتشابكة، ودخول إيران على الخط وما إلى ذلك، هذا بحاجة أيضا إلى ربما يعني إجابات على أسئلة كثيرة مطروحة فيما يتعلق برؤية ترامب وتنفيذها بعد دخوله إلى البيت الأبيض. فيما يتعلق بالشأن الداخلي، داخلي أمريكيا هنا أقصد، سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب والشيوخ، ماذا تعني بالنسبة للرئيس أيضا وبالنسبة للقرارات المستقبلية بروفيسور عد؟ نعم، هذا يمنح الرئيس الجديد المزيد من الأريحية في تنفيذ سياسته وسياسة حكومته، لأن المجلسين النواب والشيوخ لديه أغلبية فيهما لحزبه الحزب الجمهوري. وفيما يتعلق بالقرارات التنفيذية والموازنة العامة للولايات المتحدة الأمريكية، قد نرى شيئا من السلاسة الكبيرة. إضافة إلى ذلك توقيع الاتفاقيات الدولية الخارجية، نحن نعلم أن مجلس الشيوخ هو الذي يقر هذه الاتفاقيات، توقعها الحكومة الأمريكية ويقرها مجلس الشيوخ الأمريكي. وعندما يكون هناك تناغم ما بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، يكون هناك سلاسة وسهولة في تنفيذ السياسة الخارجية والداخلية. هذه الفترة الرئاسية الأربع سنوات المقبلة لدونالد ترامب بهذا المجلس الشيوخ والنواب سوف تكون مرحلة جيدة لتحقيق رؤية دونالد ترامب، سواء على الصعيد الداخلي الأمريكي أو على الصعيد السياسة الخارجية والملفات الشائكة في العالم. ومن ضمن الملفات الشائكة القضية الفلسطينية، ونتذكر أنه في الفترة التي كان فيها رئيسا حدثت اتفاقيات التطبيع وبرعايته، وكان أيضا لصهره كوشنر دور كبير في هذه القضية، وكان
نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية، وأيضا من ضمن ما تحدث به خلال الأسابيع القليلة الماضية قال بأن مساحة إسرائيل يعني صغيرة ونريد أن نعطيها مساحة أكبر ويعني مجالا أكبر. يعني ماذا يفهم من هذه التصريحات؟ ما هو مستقبل حل الدولتين اليوم؟ يعني كل القضايا اليوم هي محل نقاش ومحل تساؤلات كبيرة جدا في إطار هذا التغيير الكبير، والذي نعود من حيث بدأنا أنت كنت تتوقعه وأشرت إليه، ولكنه وفقا للأمريكيين ووفقا لاستطلاعات الرأي لم يكن متوقعا بهذا الشكل على أقل تقدير. نعم، هذه التصريحات أولا جاءت في إطار الدعاية الانتخابية ولقاء انتخابي لدونالد ترامب مع رجال المال والأعمال اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية. حجم المال اليهودي في تمويل الحملات الانتخابية للكونغرس والبيت الأبيض في هذه الانتخابات للحزب الديمقراطي بلغ 50% من مجمل التبرعات، للحزب الجمهوري بلغ 25% من مجمل التبرعات، بمعنى أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية والمال اليهودي هو مؤثر جدا على السياسة الأمريكية وخاصة على الكونغرس الأمريكي وعلى البيت الأبيض. ولكن الآن حسب وجهة نظر الرئيس ترامب سيكون هناك مبادرة سياسية، هذا بالتأكيد، ولكن خلال الانتخابات الأمريكية وخلال مرحلة الدعاية الانتخابية ما يقال شيء وما يترجم فيما بعد لمبادرات سياسية تتبخر الكثير من الوعود. يعني تريد القول أنه كثير من الوعود تتبخر ولا يكون لها يعني أي وزن في مرحلة لاحقة، أليس كذلك؟ نعم، أريد أن أقول ذلك لأن اليوم ترامب يركز على الاقتصاد وانطلاق برنامجه. عندما التقى المزيد من الجاليات العربية والإسلامية خاصة في ميشيغان قال سأوقف الحروب، وانتقد ليز تشيني النائبة الجمهورية التي عملت تحالف من الجمهوريين ضد ترامب عندما قال والدها ديك تشيني في عهده تم احتلال العراق وتم احتلال أفغانستان، نحن لا نريد احتلال الآخرين، نحن نريد أن تكون أمريكا قوية ونركز على الاقتصاد الأمريكي وخدمة المواطن الأمريكي وليس احتلال أراضي الغير. وهذه تصريحات قدمها خلال الدعاية الانتخابية الرئيس ترامب. على الصعيد الأمريكي أيضا ماذا يعني أن هاريس وهي امرأة من الحزب الديمقراطي سبقتها في ذلك أيضا كلينتون ترشحت أيضا للرئاسة وكلا المرشحتين لم يحالفهما الحظ، ماذا يعني بالنسبة لطبيعة المجتمع الأمريكي الذي يرفض ربما أن يكون الرئيس امرأة؟ نعم، لا شك أن هذا حاضرا بقوة في الثقافة الأمريكية والعقلية الأمريكية، قطاعات واسعة في المجتمع الأمريكي وخاصة لدى الرجال. يبدو أن لا يوجد هناك قناعة حقيقية حول تولي منصب الرئيس لامرأة، ورأينا ذلك في قطاع الأقليات من السود، الرجال السود الذين كل الاستطلاعات كانت تقول أنهم لن يصوتوا لكاميليا هارس لأنها امرأة ولن تحظى باهتمام كبير لديهم. يبدو أن صفات المجتمع الذكوري على الرغم من الجهود التي بذلها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها باراك أوباما وزوجته ميشيل معها في إطار الدعاية الانتخابية. نعم، بالتأكيد باراك أوباما كان حاضر، ميشيل أوباما، الرئيس كلينتون أيضا كان حاضرا، ولكن في العقلية الأمريكية لا زالت ثقافة المجتمع الذكوري حاضرة بقوة إلى حد ما. على كل حال يعني شكرا لك دكتور حسين ديك البروفيسور المختص بالشأن الأمريكي على كل هذه الإضاءات فيما يتعلق بموضوع نتائج الانتخابات الأمريكية شبه الرسمية والتي يعني فاز فيها حسب وسائل الإعلام وما قاله دونالد ترامب بأغلبية فيما يتعلق بأصوات المجمع الانتخابي وكذلك في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي. شكرا جزيلا على المشاركة معنا.